ده بلس 4 ماشي. يعني شوف هو ترتيب الاهميه كانسر سيرفكس والكانسر اوفري بلس 4. طيب ليه؟ لانهم اكتر حاجتين بيموت معايا، لان احنا في المورتاليتي قلنا الاوفري يا ريت كانسر سيرفكس معايا، وطبعا لان احنا ديفلوبمنت كانتري يبقى كانسر سيرفكس هو فيرست، فمهم جدا جدا جدا. خلاص ركز مع بعض علشان موضوع ظريف ولذيذ قوي. خلاص وان كومبارزن مع الاندوميتريال كارسينوما كل حاجه هتلاقيها موجود. طبعا الديفينيشن مالجنا تشوفها اوفر سيرفكس الانسنس هيبقى يقول لك 18 لكل 100 ألف. خلاص وبالمره البريتانس بريستيجر بتاعه اللي هو السي اي ان كان 100 لكل 100 ألف. يعني كل 100 سي اي ان 13 منهم هيقلبوا في الاخر اوكي. ده الجنرال انسنس. طيب على مستوى الجينيكولوجيك تيومرز قول تابع ايه؟ نفس الكلام من الناحيه الثانيه بالظبط بالظبط اللي هو مكتوب زي ما هو. طب ليه بقى سكند في ديفلوبد روبر مانجمنت بريكانسر سيجر اوف سيرفكس؟ ليه؟ في نفس الوقت الاندوميتريال كارسينوما زاد وزاد 2 وكيز لايف اكسبكتنسي والبولينجولا نفس الكلام. يعني لو شفت هنا وهنا نفس الكلام بالمنت اوكي. ثاني حاجه على مستوى المورتاليتي جاكر انا قايلين المره اللي فاتت اللي قلت لك اكتبهم على جنب اللي هو الترتيب صح ولا لا؟ يبقى بتتكلم في ثلاث نقط اللي هما جنرال انسنس 13 بر 100000. ثاني نقطه ترتيبه الفيرست في الديفلوبمنت والسكند في الديفلوبمنت، الثالث السكند ان مورتاليتي. طيب الريسك فاكتورز بتاعته ويحصل ازاي؟ في كلمتين هقولهم كده منتهى 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 الاهميه اساس فهم الموضوع معايا اللي هما ايه؟ بص كده ده ستراتيفايد سكيوماس صح ولا لا؟ نون كيراتيمايز. طب ليه؟ مش لان اوبننج على السكن تعرفين السكن ستراتيفايد سكيوماس كيراتيمايز اي اوبننج على السكن هتبقى ستراتيفايد سكيوماس نون كيراتيمايز الماوس اي حاجه فاهم ايه اي حاجه فعندنا ستراتيفايد سكيوماس نون كيراتيمايز فاهم؟ هنا كولامنر لو كولامنر او كيوبيك صح ولا لا؟ طيب اكيد هيبقى في نقطه ارتخاء صح ولا لا؟ اسمها ايه؟ ترانسفورميشن زون. احنا قلناها في الاناتومي دي ناس ما حضروش حضرين يعني ايه ترانسفورميشن زون؟ الاريا اوف فيسيولوجيكال ميتابليزيا. ركزوا في الكلمه دي فيسيولوجيكال ميتابليزيا يعني في الحته دي اللي فيها بيقل من الستراتيفايد سكيوماس نان كراتينايز الى بما ان دي فيسيولوجيكال ميتابليزيا ديفنتلي دي اكتر حته برون ان يحصل لها ايه؟ باثولوجيكال ميتابليزيا وبعدين ديسبليزيا وبعدين يحصل لها كانسر صح ولا لا؟ دي اكتر حته ريسك. طيب السؤال تقع فين؟ وده السؤال بمعنى انا لو بصيت على السيرفكس كده ده السيرفكس اللي انا ببص له دايركت ركز معايا ده اسمه ايه؟ انتوا تاخد كلهم خد يعني معظمكم مش عارف يعمل ديس يعني دلوقتي لو الفاجينا وانا باصص كده ده السيرفكس ده اسمه اكسترنا فوس الفتحه الخارجيه وفي سيرفايكال كانال وبعدين جوه في انترنا فوس صح ولا لا؟ طيب اللي انا شايفه ده اسمه اكتو سيرفكس اسمه ايه؟ اللي انا شايفه كل اللي انا بشوفه اسمه اكتو سيرفكس بينما اللي جوه اللي انا مش شايفه اسمه ايه؟ اندو سيرفكس فاهم؟ طيب الترانسفورميشن زون دي بالمنظر ده لو بصيت هنا هتبقى المفروض فين؟ غالبا هتبقى في الحته دي معايا؟ يعني الاكتو سيرفكس ولا الاندو سيرفكس؟ الاكتو سيرفكس علشان كده 80% من الحالات بيبقوا اكتو سيرفايكال و20% اندو سيرفايكال فاهمة؟ يعني ايه يا جماعه؟ كده كده الكانسر بيجي في الترانسفورميشن زون. السؤال الترانسفورميشن زون فين؟ فهمت قصدي؟ يعني هو لما بيجي في الاندو سيرفكس مش معنى كده ان هو طلع من الاندو سيرفكس امال طلع من الترانسفورميشن زون بس كانت الترانسفورميشن زون على جوه فاهمة؟ يبقى اذا التركه في الموضوع كلها هي حته الترانسفورميشن زون
سيولوجيكال ميتابليزيا فبالتالي تقلب باثولوجيكال ميتابليزيا. ايوه بيختلف من واحده لواحده. واصلا خلال التطور بتاع البنت نفسها بيختلف ليه؟ لان السيرفس وهي مثلا بري ادوليسنت تبقى صغير خالص، لما يجي يكبر يحصل له حتى ايفيرجن على بره، وبعدين لما يحصل بقى يتظبط في الحجم يرجع كده، فهمت قصدي؟ فهو راجع كده في بنات او ستات بيبقى طالع لسه من الاكتوسيرفس، في ستات بيبقى بصر جوه او في ساعات على الطرف، فهمت قصدي؟ يبقى دي نقطة. أنا على النقطة دي ولا لا؟ يبقى الأساس هو حتة الإيه؟ ترانسفورميشن زون. دي نقطة. النقطة الثانية هو الكانسر سيرفكس مشكلته إيه أو بيحصل إزاي أو الكلام من ده؟ والله يا جماعة هو فكرته تروما للسيرفكس. التروما دي اللي هي إيه؟ انتركورس أو حمل أو لام. ماشي، دي التروما بتاعت السيرفكس. علشان كده مستحيل تريف انفيرجنز. ده مش اصلا حالات بالمنظر، مش حاجه اسمها كانسر سيرفكس واحده بس، ما بيحصلش. اوكي، طيب بيحصل ازاي؟ والله الموضوع واخدين العمله واحده، او يعني تو اسبيكتس للموضوع اللي هو ايه؟ ديفلوبينج الايسترن كانترز والويسترن كانترز، تمام؟ هما الاثنين بيحصل تروما للسيرفكس، بس الفكره مختلفه تماما. بره في الويسترن كانترز بيبقى ايه؟ سيكشوال اكتيفيتي، مالتيبل بارتنرز، بروستيتيوشن، الكلام ده كله يؤدي الى كانسر سيرفيس. طب احنا عندنا لا، معظم الستات غلابه وفي حالهم خالص، بس الفكره ايه؟ ايرلي مارج، ايرلي ايج فيرست انتركورس، ايرلي ايج بريجننسي، ايرلي ايج اوف ديليفري بلس المالتيباليتي، صح ولا لا؟ يعني هي من سن 15 سنه اتجوزت، حملت وعندها 16 17 ولدت، ولدت اربع خمس مرات، فهمت ازاي؟ بيجي لها انفكشن وما بتتعالجش في السيرفيس، كل ده تروما للسيرفكس فبتؤدي الى كانسر سيرفكس. بره بقى صوره مختلفه تماما، هما ما بيخلفوش، بس الفكره في ايه؟ اللبخ بقى. مالتيبل بارتنرز مع السيكشوال ترانسميتد ديزيز مع ما اعرفش ايه يؤدي الى كانسر سيرفكس. فهمنا؟ يعني مع ان الشكل مختلف بس وفي الاخر يرمز الى سيكشوال اكتيفيتي وتروما للسيرفكس. اوكي؟ واضح؟ وبالتالي لو جينا بقى نشوف الريسك فاكتورز من الكلام اللي انا بقوله. الايج دفنتلي هيبقى اقل من الجريتر كارسينوما، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه مرتبط بسكشوال اكتيفيتي، فهيجي لهم سي اي ان اللي هو بريكانسرس ليجا في الثلاثينات، تجي لها كانسر سيرفكس في الاربعينات او في الخمسة، فهمت قصدي؟ يقول لك الايج من 45 ل 60، وفي حالات مش قليله بتبقى قبل كده كمان، يعني بدا الموضوع يبقى يبقى الايج من 45 ل 60. الباريتي رايكم ايه؟ طبعا هاي باريتي. ليه؟ اكسسس دليفري تعمل تروما للسيرفكس تقوم تعمل تروما. السوشيال ايكونوميك ستيتس دي بلو. ليه؟ مرتبطه بالهاي باريتي بلس البروستيتيوشن. اوكي؟ وده اصلا معروف انه اسمه ايه؟ ديزيز اوف بروستيتيوت. بعكس الاندوميتريال كارسينوما كانت ديزيز اوف لانز. اوكي؟ كانت الله يرحمها بقى ما تدينا الشركه. اوكي؟ بعد كده الريس بيقول لك في البلاك. اوكي؟ في حاجه برضو اللي هي ايه بقى؟ السيركمسيجن في الميل، ركز في الكلام ده. مش في الفيميل، احنا بنتكلم سيركمسيجن في الميل. ميل السميجما كارسينوجينيك للفيميل، ركز معايا. الميل لما بقاش انسيركمسايز بيبقى في ماده بتطلع اسمها سميجما سبيشوس كده، كارسينوجينيك للفيميل مش للميل، فهمت قصدي؟ فبالتالي لما يبقى في سيركمسيجن للميل ده بيمنع الفيميل ان يجي لها، فهمت قصدي ولا لا؟ فهو بيتقال لك بقى ان المسلمز والجويش بيبقى بتعملوا سيركمسيجن، عشان كده بيبقى الاس اس ال، انما كريستيانز بيبقى بس كريستيانز الايجز بتعمل لهم سيركمسيجن بس بره، بيتقال لك يعني كريستيانز بره ما بتعملوش، عشان كده بينسس. اوكي؟ ده ريس. طيب نيجي بقى على اهم حاجه اللي هي السكشوال اكتيفيتي وسكشوال ترانسميتد ديزيز. نركز مع بعض. اولا على مستوى السكشوال اكتيفيتي، انهي سكشوال اكتيفيتي؟ الايرلي يعني من الجانب الايسترن اللي هو ايه؟ ايرلي
early sexual activity و early pregnancy و early delivery. من الجانب الآخر multiple partners and prostitution and كلام صح ولا لا؟ يبقى ده sexual activity اللي بتؤدي إلى كده. طيب الميكانيزم بتاعتها إيه؟ أنا لسه قايل حالا سميجما إز صح؟ السيمن نفسه ميوتاجين السيمن ميوتاجين تمام؟ السيمن اللي ورا بعضه دي بيعمل ميوتيشن وبيؤدي إلى كلام. ثالث حاجة بقى منتهى الأهمية sexual transmitted disease تمام؟ طب مين السيكشوال ترانسميت ديزيز المسؤول؟ لا جبال علم عليه ده اهم واحد هيومن بابيلوما فيروس واوتوماتيك وانس قلت لي هيومن بابيلوما فيروس اوتوماتيك ده بنقول 16 18 لازم اتفقنا لان دول اشهر اثنين اشهر تو سترينز بيعملوا الكانسر سيرفكس اتفقنا وده هو الاساس لدرجة الكلام الجديد بس هو ما ينفعش اكتبه بالاسلوب ده عشان ما تتلخبطوش فانا ماشيين كلاسيك بيتقال ان الهيومن بابيلوما فيروس ذا كوز اوف كانسر سيرفيس انتوا عارفين الكانسر المفروض مالوش كوز المفروض بيبقى ريسك فاكتور لا وصل الموضوع لمرحله ان الهيومن بابيلوما فيروس 16 18 ده الكوز وكل اللي حواليه اللي انتوا شايفينه ده الريسك فاكتور بتاعه هو فهمتوا يا جماعه الايج البارنت سوشيال كونتكس الريس السكشواليتي اللي مرات كل الكلام ده ريسك فاكتور اوف هيومن بابيلوما فيروس انفكشن which is the direct cause of cancer cells متخيلين انا بتكلم ازاي من كتر ما هو مهم نمرة الاماكن اللي قدام بس عشان نسمع اوكي ده اهم واحد هيومن بابيلوما فيروس 16 و 18 اوكي طب في others هيربس سيمبليكس فيروس او الايدز برضه بيؤدي بس لا يقارن بده الاهم حاجه انت بتتكلم فيها هي يا جماعه هيومن بابيلوما فيروس 16 و 18 اوكي طيب البري كانسرس ليجن هيبقى اسمه ايه؟ سي اي ان سيرفايكال انترا انفيريا نيوبليزيا وده لازم نشرحه في التفصيل ان شاء الله خلاص قد ايه بيقلب كانسر بيقول لك 30% منهم بيقلب الكانسر ده رسم تمام؟ موجودة هناك موجودة في مكان هنا آخر حاجة في الريسك فاكتور سموكينج مع إنه السموكينج بالنسبة للإندويترا كارسينوما هنا إذا ريسك فاكتور لما تيجي تربطها بقى بالبروستيتيوشن والروسيشن ستيتس والكلام ده ده صورة واضحة أوكي؟ يبقى الإندويترا كارسينوما تفتكر نونز الكانسر سيرفكس له وشين ايذر واحده غلبانه متجوزه بدري وخلفت 5 6 عيال وملهاش اي حاجه او واحده اوكي ده تو اسس ده خطوه اوكي يبقى جمعهم تاني بسرعه لسه لسه جاي تركز ده ديزيز اوف سيكشواليتي خلاص ما بيجيش عمره ما يجي الانفيرجنس لازم سيكشوال اكتيفيتي هي بتاعه الموضوع ده اذا الايج يانجر 45 60 البالتي الهاي بالتي سيشو كلونك ستاتس لو الريس حكين البلاك وي الكريستيانز على اساس ان المسلم في الجيوش يتعملون سيركمسيجن which is الميتاجن للكارسينجينيك يعني تمام السيكشوال اكتيفيتي والسيكشوال ترانسميت ديز دي اهم حاجه اهم حاجه انهي سيكشوال اكتيفيتي سيكشوال اكتيفيتي وايرلي مارج ايه تاني مالتيبل ديليفريز في كمان مالتيبل بارتنرز اوكي طيب ازاي سميجما از اوكوجينيك سيز از ميوتاجين و سيكشوال ترانسميتد ديزيز ويتش ذا موست كومن از هيومن بابيلوما فيروس 16 او ذا موست امبورتنت سي اي ان 30% بيقلبوا و السموك اوكي وعلى فكره برضو ده فيها الاعجاز العلمي للقران حته المالتيبل بارتنرز دي تمام بيقول لك لا الجينيتك امبرنت بتاع السيمن بيروح 3 شهور علشان كده ده من حكمه ربنا ان العده 3 شهور ماشي يعني بيقول لك 99 و9 ما اعرفش 8 من 10 من الايفكت بتاع السيمن فهمت قصدي يا جماعه يعني ايه في ادابتيشن لو نفس السيمن فهمت قصدي فلو في مالتيبل بارتنرز ده بيزود نسبه انه الكانسر فهمت قصدي فربنا عام يعني لو ليجالي يبقى الواحده متجوزه خلاص تقطع السيمن ده لمده 3 شهور يبقى خلاص ده راح الايفكت ممكن يبقى سيمن فهمت قصدي ولا
باي ذا واي. فالأداء الانستنس والريسك فاكتورز طيب اللي بعد كده يجي على الباثولوجي برضه طبعا هنتكلم ناس عن بس كلام بقى معمق شويه. بالنسبه للنيكت ارك هو هيختلف هو جاي فين في الاكتو سيرفكس ولا الاندو سيرفكس؟ زي ما احنا قلنا الاكتو سيرفكس اللي هو ايه الحته دي اللي هي دي الاندو سيرفكس جاي من جوه تمام. الاكتو سيرفكس كانسر كلاسيك يعني ايه كانسر تقوله النيكت ارك بتاعت الكانسر كلاسيك ايه ماس ألسر فيديو شو مدولة ماس ألسر فيديو بما ان عنده سبيس ركز معي هيجي بقى عادي يعني ممكن ايه الاوبشنز ماس في الفجر طبعا السيرفس ايه تاني ديديول ليه تقول هاد ألسريت صح تالت حاجة ألسر والمجنة الألسر كاركترايزد باي ديستي بابد الإيجيز وميوريتد إيجيز وميوريتد كلور عفين المضيط صح ركز معي ليه الاكتو سيرفكس ده نسبته كام؟ 80%. طيب الاندو سيرفكس 20%. طب الاندو سيرفكس ده هيروح فين؟ خلي بالك من الفكره ما فيش حاجه اسمها ماس لان الماس ما لهاش مكان صح ولا لا؟ ولا نديول والالسريت لان ما فيش مكان امال ايه؟ الفلتريتنج عارفين الفلتريتنج يعني الماده نفسها بتفلتر فبيقول لك السيرفكس بيبقى ما يسمى بارل شيب سيرفكس يعني ايه يا جماعه السيرفكس بعد ما كان كده بقى كده بقى بعد ما كان كده بقى ضخم وايه وكده يعني بعد ما هو المفروض يبقى كده لا بقى ضخم على بعضه تدور فيه ان انت تلاقي ماس حاجه مكعبره حاجه لا هو حاجه هارد على بعضه الماسوره بعد ما كانت رفيعه بقت تخينه وهارد ده اسمه ايه بارل شيب سيرفكس بالكلام اللي انتوا عارفينه ده الانفلتريتنج مش ده من الكرايتيريا بتاعت الكانسرز ماس ألسر نديول أو انفلتريتنج الماس والألسر والنديول محتاجين سبيس اللي هو في الإكتو سيرفكس صح؟ والانفلتريتنج اللي هو بارل شيب سيرفكس بالنسبة للإندو سيرفكس فانا يبقى ده النيكت أرك عندك إكسوفيتك والإنفيتك ما بلاش معنى الكلام ده يعني ما هو إكسوفيتك يعني طلع لبره إنفيتك يعني انفلتريتنج مش عارف إيه أوكي؟ تاني النيكت أرك 80% إكتو و 20% إندو في الإكتو ماس ألسر ريديوز الاندو بارد شيب سيرفكس طيب الميكروسكوبيك اكزامينشن دي سهله هتبقى ايه؟ سكوما سيل كارسينوما لا جدال صح ولا لا؟ طب نسبه السكوما سيل كارسينوما قد ايه بقى؟ بصوا كده كل الاكتو سيرفكس بلا جدال صح؟ ونص الاندو سيرفكس كمان يبقى كام؟ 90% سكوما سيل كارسينوما تاني كل الاكتو سيرفكس ديفينيت اكيد يعني سكوما سيل كارسينوما والاندو سيرفكس كمان نصه كمان يبقى 90% سكوما سيل كارسينوما اذرز بقى اي كلام ادينو كارسينوما الاندو في نص الاندو في نص بس اللي هم دول او ادينو سكوما سيل كارسينوما ده اوكي دايما الميكروسكوبيك اكزامينشن طيب بعد كده جريدنج يعني ايه جريدنج احنا قلنا سيميلاريتي ليل مدر مدر سيلز ده الفايل ستيل ستيرول ده كان تبع الاستروجين ده كان دواء طلع في السبعينات في الفيديو اللي لسه بتاخد حوالي خلاص في حاجه اسمها ضيق الفايل ستيل ستيرول موجود عندك دي اي اس بصوا لي كده ضيق الفايل ستيل ستيرول ده كان نوع من انواع الاستروجين كان كارسينوجينيك بحت وطاقه في الكلى كان في السبعينات طلعت موضه ان هم يدوا الستات الحوامل يعمل سبورت البريجنس تمام كده جم لقوا الفيميلز اللي كانوا الستات الحوامل فيهم بقى يعني خلاص طاقه في الكلى لقوا بقى في التسعينات البنات اللي اتولدوا اللي امهات واخدينه عندهم الويترا كارسينوما كانسر سيرفكس كانسر اوفري كانسر فاجينا كانسر فالفا كلهم كلير سيل كارسينوما يعني داي فايل ستيل ستيرو بيعمل كلير سيل كارسينوما ان ذا اول جينتال سيستم فاهم قصدي؟ فكل كل جينتال يعني بس هي حتى اوفر يعني مش عايزين تعرفوها ما تعرفوهاش يعني في كل الكانسر يعني مثلا في الاندوميتريال كارسينوما كان في كلير سيل كارسينوما صح؟ ما
برضو اللي فيليز اكسبوز له باي 5 ستيبس في الفرنتو في الاوفري في كلير سيل كارسينوما في الفيليز توزيوما طيب 5 ستيبس تيو موجوده في انواع الاستروجين في الفكره ده كان نوع من الاستروجين والمخ في الدغل انه كارسينوجينك طيب الجريدنج في عندك 3 جريدنج بسيط قوي اهم واحد هو برودرز اللي احنا قايلينه المره اللي فاتت الموجود في الناحيه دي صح مش احنا قلنا البرودرز ده كان في ايام زمان بيستعمل في كل الكانسر جينيتال سيستم لقوه ما ينفعش من ميتر كارسينوما لان البرودرز معناه ايه بيز هو سيمبل وريرز فوق بعض معايا لما يبقى 50% 25 يعني ربع بتاع ده اندفرنشيتد يبقى جريد 1 من 25 ل 50 جريد 2 55 75 جريد 3 لما يبقى كل اندفرنشيتد يبقى جريد فهمت قصدي؟ فلازم المنظر ده المنظر ده ما ينفعش في الاندوميتر كارسينوما في حالتنا طبعا انتوا عارفين ان في ما دام هو ستراتيفايد سكيوما كثيرا يبقى في انثيليوم وفي بيزنس كمان اوكي؟ بس انا ساعتين في ثلاثه اماكن الدم مش عايز اقول لك انا يلا يا جماعه هنتكلم في الجريدنج بما ان لازم لسه جاي الكانسر سيرفكس بيبقى ستراتيفايد اسمها سكيوماس كارسينوما تمام ليه؟ لانه عباره عن ستراتيفايد سكيوماس ابيثيليوم اذا يبقى ابلايد عليه برودرز اللي احنا قايلينه المره اللي فاتت وقلنا ان هو ما ينفعش في الادمين كارسينوما صح؟ يبقى ده اول واحد واهم واحد في اثنين تانيين جريدنج سيستم تانيين في اثنين تانيين واحد حاجه اسمها وينتس اند ريجا وحاجه اسمها باتسلو وبعدين مش عايز صوت بعد اذنك هو الكلام اوفر شويه بس عشان احاول اسال لكم وانسى الدرجة ده قال لك ايه؟ لو لقيت stratified cells تمام؟ cells squamous non-keratinized يبقى ده well differentiated ليه؟ لأنه شبه الأم فهمت قصدي؟ اللي بعدها stratified cells keratinized يعني شبه الأم بس مختلفة سنة moderate differentiated طب لو small cells دايما عارفين small cells bad prognosis فهمتوا؟ تاني يعني ونسى الرجل قال لك ايه؟ لو ستراتيفايد سكيوماس كراتينايزد يعني شبه الام يبقى ويل ديفرنشيتد ستراتيفايد ابيثيليوم نون كراتينايزد سوري كراتينايزد يبقى بودر ديفرنشيتد لو سمول سيلز يبقى بودر ديفرنشيتد لانها دايما السمول تبقى وحشه بنفس المبدا بالظبط بتاع السلوك ده قال لك نفس الكلام يعني بص ثلاثه فوق قصادهم ثلاثه تحت فهمتوا؟ يعني سباينال يعني خلايا كبيره تبقى ويل ديفرنشيتد ترانزيشنال يعني خلايا وسط يبقى مودريت ديفرنشيتد سبندل يعني خلايا صغيره بول ديفرنشيتد فهمت قصدي؟ يعني ده قصاد ده بالظبط الثلاثه دول قصاد الثلاثه دول بس طبعا مين اهم واحد يعني انت لو الاثنين مضايقينك مش عايز تعرفهم برودرز برودرز هو المهم افتكر ده في كل ايه؟ اسمه مصدر السيرفر اوكي؟ طيب نيجي بقى على الاستيجنج نركز بقى كلنا سمعونا صلاة النبي كده ايه؟ ربنا يسهلها لنا بقى بصوا معايا الستيج اولا سيرجيكال ولا كلينيكال؟ كلينيكس طيب معنى كلينيكال ايه؟ يعني
مش هعمل ده واحد، مش هفتح الحالي ده مين لاين اوف تريتمنت اس ريديو ثيرابي. ركز في الكلام اللي بقوله ده، ده مين لاين اوف تريتمنت اس ريديو ثيرابي. يعني انا مطالب ان انا لما بشخص الحاله هقول دي ستيج كذا، وعلى اساس الستيج اللي انا بقوله افتح او ما افتحش الحاله. فهمت ازاي؟ وممكن افتح الحاله بقى اي حاجه تانية غير اللي انا قلتها. ركز الفرق المقول عن اللي ايه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اوكي طيب اول حاجه هو كلينيكال. اوكي تاني حاجه سنه كام؟ اتفقنا ان كلهم ابديتد في 2009 فيجو 2009. اوكي هو احنا نحفظ الحاجات ايه؟ هو خلاص 2009 اه لا المفروض لا يعني احنا ربنا كان ايام زمان بقى في 87 و95 وكلام من ده. ده في كل 2009 خلاص تمام؟ دي حاجه. طيب الاستيجنج بقى نفسه ركز مع بعض كده. الاستيج 1 استيج 2 هو اصلا الموضوع بيبقى ايه يا جماعه؟ بصوا لي كده، بيبقى في ايبثيليوم وبيزمنت ممبرين والسبديرما الديرمس والكلام ده. ده اللي بيحصل فيه الكانسر. تمام؟ طول ما هو هنا ده اسمه بريكانسر ستيج، لسه ما وصلش البيزمنت ممبرين. تمام؟ ده اللي اسمه سي اي ان سرفايكال انتر اكتيريا من الامبيزا. بعد كده لما يبدا يدخل هيبقى ده اسمه الامبيزا كانسر. اوكي؟ طب السؤال بقى هو دخل قد ايه؟ هو ده الفكره. ركز معايا. فبيقول لك ايه؟ واحد هو السيرفكس بس اتفقنا؟ ايفر اي اور بي. اي مايكرو انفيزن وده ماكرو انفيزن. مايكرو يعني لا يرى بالعين المجرده. طب الكات اوف ليفل ما بين ده وبين ده كام يا جماعه؟ 5 في 7 مللي. يعني ايه؟ سبعة مللي كده خمسة ملي. يعني ايه يا جماعة؟ لو الليجن اربعة في ستة ملي مثلا، اربعة ملي في ستة عرض، ده لا يرى بالعين المجردة، مش هتكتشف الا بالبايبس. فهمت قصدي؟ يبقى الكات اوف ليفل ما بين ده وما بين ده ايه؟ خمسة في سبعة ملي، خمسة ملي وسبعة ويت. اما قال لك الاي دي بنقسم كده واحد واثنين اللي هو ايه بقى؟ السبعة ملي زي ما هي، ده من واحد لثلاثة ومن ده من ثلاثة لخمسة. يعني ايه؟ بص كده. يعني ده 1A1 وده 1A2، فهمتوا؟ يعني لو واحد لثلاثة ديبث لسبعة ملي ويت يبقى ده 1A1. لو أربعة أو خمسة يبقى 1A2. تاني 1A ده البايوبسي، ما انت تاخد البايوبسي السيرفكس على بعضه يا اما انت واخد بايوبسي يا اما انت اصلا عملت هيستريكتد. وهنشوف بقى الدفتر ليه بالظبط. يعني 7 7 مايكرو انفيزيف وماكرو انفيزيف. مايكرو انفيزيف لا يرى بالعين المجرده، ده يرى بالعين المجرده. الكات اوف ليفل 5 7 مللي. 7 مللي دي 7 هقسمهم 1 2 على اساس الخمسه. اول ثلاثه يبقى 1 1A1 4 5 يبقى 1A2. طيب ماكرو انفيزيف هيبقى زي من كام؟ 5 في 7 مللي. طب 5 في 7 مللي ازيد منه ممكن يبقى 6 في 8 مللي او ممكن 5 في 5 سم صح؟ ما هو مفيش ابر ليميت، انا ما قلتش حاجه صح؟ طب هو ازيد من ده؟ قال لك هينقسم الى 1 و 2 اللي هو ايه؟ كات اوف ليميت كام؟ 4 سم في الايه؟ لارجس دايمتر. يعني ايه؟ انت عندك ماس، لو الماس دي على بعضها كده اقل من 4 سم في اي اتجاه يبقى 1 بي 1، لو وزن من 4 سم في الديامتر يبقى 1 بي. فهمت حاجه؟ لا يا جماعه ما شاء الله مش كده مش فيا مش تاني واحد يعني ده واحد ده في السيرفكس بس ما خرجش بره. هنقسمه حاجتين ده على حسب ايه؟ الديبث اوف انفيجن. قال لك الكات اوف كام؟ 5 في 7 مللي. اتفقنا؟ لو هو اقل من كده هو اساسا لا يرى بالعين المجرده. يبقى ده بايبسي. طيب السبعه دي ثابته ماشي؟ الفكره في الدبث تمام؟ المفروض يبقى خمسه يبقى 1A. لو هو 1 2 3 يبقى
1 دي ماكرو انفيزيف، يعني ما دام ازيد من 5 ب 7 مللي اذا يرى بالعين المجرده، هتلاقي في نديول او في حاجه. طيب الليمت بقى ايه؟ مفيش ليمت، يعني انت ما بتقولش ازيد من 5 ل 7 واقل من 3 مثلا، مفيش كلام. انت امال العماله النهائيه، فلازم يضع وضع عشان يبقى يفرق في البروجنوزس 1 و 2، بحيث ان الدايمتر 4 سم مش 4 مللي، 4 كام؟ 5 سم. يعني شايفين كده منه؟ يعني المنظر، شايفين المنظر ده؟ ده لا يرى بالعين المجرده. المنظر اللي بعديه بقى كده مثلا صح؟ او الاثنين 1 بي، فهمت قصدي؟ بس ده هيبقى 1 بي 1 وده 1 بي 2. طب 1 بي 2 على اساس ايه؟ الدايمتر ده مثلا 5، يبقى عدى 4 سم، 5 ايه؟ سم. بس لسه في السيرفس. ايوه بس كل الكلام ده لسه في السيرفس، فهمت قصدي؟ يعني المنظر الاولاني، منظر اولاني ادي السيرفكس كومبليتلي نورمال بالنسبه لك، 1 a كومبليتلي نورمال مايكروسكوب، 1 b لو لقيت حته صغيره كده يبقى 1 b 1، لقيت كلكعه كبيره 5 5 مثلا 1 b 2. اوكي كده تمام. طيب 2 و3 اقول ايه؟ يعني هو كده والله الاستيجنج اللي 2 و3 بقى مع بعض a و b، a و b قصاد بعض. بصوا لي كده 2A راح للفاجينا بس ما وصلش للور فات، تمام كده؟ طب شوف 3B 3A، شايفين ده قصاد ده؟ الفاجينا وصل للور فات معايا؟ بصوا كده. طب B راح للبارامتريا ما وصلش للاترال بيلفيك وول، هنا بارامتريان وصل للاترال بيلفيك وول. يعني ايه؟ هنا في البارامتريان صح؟ السيرفكس اول لما يكبر، ما هو الكانسر سيرفكس طالع من هنا صح؟ هيدخل كده، ده اسمه البارامتريان وده اللاترال بيلفيك وول اهو. لو في البارامتريان ما وصلش يبقى 2 بي، لو وصل يبقى 3 وادي الفاجينا تمام، دخل في الفاجينا لو كده يبقى 2 ايه، لو وصل كده 3 ايه. تاني بصوا لي كده، ده مع ده A و B، فاجينا ما وصلش للور ثيرد، فاجينا وصل للور ثيرد، بارامتريا ما وصلش للاترال بيلفيك وول، بارامتريا وصل للاترال بيلفيك وول. اوكي، او البي ده لو في باك بريشر على الكدني، طبعا كلمة باك بريشر على الكدني يبقى في حاجة غلط، يعني انت تحس ان في موضوع كبير قوي. يعني ايه هيحصل باك بريشر على الكدني ليه؟ طب ليه؟ لان احنا قلنا ايوه، احنا قلنا اليوريتر معدي هنا، احنا ليه في الاناتومي الناس ما بتقدرش الاناتومي، اليوريتر بيبقى معدي هنا نص انش لاترا ونص انش ابوف اللاترا فورمتس في الحته دي، اوتوماتيك ده اول لما يكبر هيضغط على اليوريتر. فاذا لقيت اليوريتر مضغوط، اذا لقيت هيدرونفروزس اوتوماتيك يبقى 3 بي. مكتوب عندك ايه؟ اند اور. يعني ايه يا جماعه؟ ان شاء الله الكانسر 2 في 2 سم. ركز معايا في الكلمه، 2 في 2 سم يعني كام؟ 1 بي 1 صح ولا لا؟ بس جاي لاترال وضغط على يوريتر وعامل باك بريشر على الكلمه، انت فهمت الفرق فرقت ازاي؟ فاهمين انا بتكلم في ايه؟ يعني هو كده الكانسر طلع كده، حصلها كده 2 في 2 سم، مش رايح لاي حته ثانيه، بس ضغط على اليوريتر عامل باك بريشر على الكدني، خلاص يبقى 3 ليه؟ فهمت قصدي؟ بغض النظر عن اي عنصر اخر، بغض النظر عن الحجم ولا الاكستنشن ولا اي حاجه. 4 طبعا زي ما هي اللي ايه؟ 2 في 2 سم دوت لو بس واحد ولا اثنين؟ لا واحد، واحد في السيرفكس بس. اوكي؟ ستيج 4 زي اللي هناك زي كل الكانسرز، هتبقى ايه؟ 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 ريكتا مولادا بي ديسان بس ما فيهاش اختلاف. فاهم؟ تاني انا عارف ان هو ستيجنز بقى ستيجنز كلينيكال، اولا كلينيكال يعني هو ليه بقى معمق كده يا جماعه؟ لان تجربه مش حاله، فاهمين قصدي؟ يعني انت مطالب ان انت تحط تضع مصير الحاله في ايه؟
يعني مش هتفتح الحالة والحالة تاخد الانفراد وتموت، ولا هتفتحها واحتمال يبقى لها هو. الكلام ده انت المفروض تضعه ايه؟ على اساس الانفستيجيشن والفحص. فالموضوع مش سهل. يبقى هو كلينيكال ستيشن مخصوص سنة 2009 اجين ومركز مع بعض. ده في السيرفكس بس. ده وده عدى السيرفكس. ده التست اند تيست. اللي في السيرفكس بس على حسب السايز قلنا الكات اوف كام؟ 5.7 مللي. اقل ايه؟ مايكرو انفيزيف دي مايكرو انفيزيف. ال 5.7 دي الخمسة اللي هتنقسم 1 ل 3 وبعدين 3 ل 5. لان انا السبعة زي ما هي. بحس الاوقات ايه 1 1 2. طب البي ازيد بس الدايمتر 4 سنتي سنتي اقل ورا. طيب 2 و 3 2 ايه؟ وجعلنا ما وصلش اللور ثالث هنا وجعلنا وصل اللور ثالث. 2 مين؟ بارامتر ما وصلش لاتر بنت كور هنا بارامتر بص لاتر بنت او و 4 كيك. ده الستيج. في حبة ملاحظات مهمة قوي على الستيجنج ده. طبعا كتر خيرك لو عرفت بس تروسه كامل ومظبوط. لان دي بعدها يعني اوفر قوي. خلاص؟ بس انا هقولها لكم بس عشان الفهم. في كام نقطة بس نفهمها عشان نبقى نفهم بقية الموضوع. واحد في ملاحظات غريبة قوي في الموضوع ده. واحد محدش جاب سيرة الليترز. خالص. يعني لو يعني هناك كنت بتقول ايه؟ سيرفس وبعدين تاني مرحله سيرفس اوتوماتيك. طب هنا لا ما حدش جاب سيرفس خالص صح. ليه بقى؟ لان السيرفكس اللي تحت السيرفكس اللي تحت والحاله مش هتتفتح. يبقى انت مستحيل تعرف هو في يوترس ولا لا انفولفد. فاهم قصدي؟ هتجيب بايبس من اليوترس اللي فوق ازاي؟ صح. يعني السيرفكس اللي تحت ممكن تبقى فيه ناس قافله كل حاجه ولما تجيب بايبس انت مش عارف هي من تحت ولا فهمت قصدي ولا لا. فدي ملاحظه. تاني حاجه ما حدش جاب سيرفس الليمف نود صح. بتتكتب على جنب ان فيها لينف نود انفولفمنت بس ما تفرقش في المانجمنت. ثالث حاجه بما ان ركز في الكلمه دي بما ان الحاله مش هتتفتح الحاله دي لازم تبقى تاخد انفستيجيشن بالهبل صح ولا لا عشان تعرف تقول الكلام ده. بمعنى ازاي هتعرف اليوريتر فيه افكشن ولا لا؟ اي في بي صح. لو اي في بي مش رفاهيه. الاي في بي هنا مانداتوري. فاهمين الفرق؟ البلادر هتعرف ازاي ان هي افكت سيستوسكوب. يبقى السيستوسكوب هنا مانداتوري. فهمتوا قصدي ايه؟ يبقى الانفستيجيشنز في الحاله دي مانداتوري. ليه؟ لانك انت ممكن الانفستيجيشن دي ما تخليكش تفتح الحاله لان تعرف ان الحاله هوبلس. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني انت شايف ان يعني كلينيكالي الماس 2 في 2 سم في السيرفكس تمام كده؟ فانت بتقول ان هي اوبرابل. تعمل سيستوسكوبي تلاقيه مثلا او تعمل اي في بي تلاقيه يبقى فيكشن خلصت ان اوبرا. فهمت الفرق ولا لا؟ فالانفستيجيشنز مهم. فما مكتوب عندك حبه امثله للانفستيجيشنز بقول لك برضو اجين هي اوفر. حاجه كمان البارامتريم ده هتعرف ان هو افكتد ازاي؟ بي ار مفيش بي في بي في عمره ما يجيب وبي ار في واحده صاحيه عشان تعرف ده افكتد ولا لا يبقى اسمه كلام فارغ. فلنتفق على النقطه دي تمام. انت بتتكلم في مصير واحده لو فيها بارامتر مش هتتفتح وهوبلس. لو فهمت قصدي ولا لا؟ بنتكلم في حياه. فاذا بيتعمل ما يسمى examination under anesthesia. examination under anesthesia يعني ايه؟ الست داخل انفيزي حاجه بس تنامها 10 دقائق وانتر باندر انفيزي حسب التفصيل عشان تعرف مدى الاكستنشن قد ايه. لان ده هيفرق. فهمت قصدي؟ لو قلت ان الفاجينا افكتد هتفرق. لو قلت البارامتر افكتد هيفرق. الكلام ده ما ينفعش وست في الاوت بيشنت وهي الريتابل وجايه لك عارفه ان هي فيها كانسر او في شفت. فاهم قصدي؟ وبتتنطط على الترابيزه وانت بتفحصها. ما ينفعش الكلام ده لانك بتتكلم في مصير. فهمت قصدي ولا لا؟ فكل الكلام ده يفرق معاك. اوكي؟ برضه في ملاحظه بقول اوبرابل ولا ايه اوبرابل على اساس ايه؟ يعني بالتخيل كده ايه الستيجز اللي ممكن تتعمل اوبريشن وايه اللي ما ينفعش؟ واحد بص معايا لحد هنا اكسبت ان هي تعمل لها اوبريشن صح؟ كلام منطقي ولا لا؟ الكلام ده طبعا اقوله في التريت بس انا بقى عايزك تفهمه على الستيج تمام؟ واحد ما دام في السيرفكس يبقى انا ممكن اعمل صح ولا لا؟ طيب اثنين ايه في الفاجينا ما وصلش لور ثيرد اكسبتد ولا لا؟
عشان عرفتوا ليه احنا بنقول لور ثيرد. لور ثيرد ده اللي هو ايه؟ الفالفر. الفالفر صح ده اللي تحت خالص، ده اللي في كانديل يوريثرا وجنبيه ما اعرفش ايه وطلع في الشارع صح؟ ده هيتشال ازاي؟ مش عارف اوصل شيء، مش عارف اشيل. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى الفاجينا اللي هو ابر توتالز اللي هو الثيرد على اساس ان اللور ثيرد ده ايه الكبرى؟ فدخلناه هنا لان انا ده اوبرا. طب البارامتريم؟ مساء الفل. البارامتريم ايه اللي هيتشال؟ صح ولا لا؟ البارامتريم ده عباره عن حب اتشغل حوالين اليوترس هيتشال ازاي؟ وانس انت وصلت خلاص ماشي، انت ممكن تعمل عمليه واعمل اللي انت عايزه بس مش هتبقى راديكال. هو راديكال اوبريشن يعني ايه؟ تيومر سيفتي مارجن لينف نود. فهمت قصدي؟ فانت ممكن تعمل بس يبقى اسمه عكعكه بقى ساعتها. فهمت قصدي ولا لا؟ فاهم الديسيجن يفرق ازاي؟ يبقى ده واحد اثنين ايه؟ اوبرابل والباقي كله مين اوبرابل صح ولا لا؟ للاسف في مصر لغايه معظم الحالات لما بتكتشف بيبقى هنا، لان طبعا لا في سكرينينج ولا في فولو اب ولا في اي حاجه، وفين وفين لما بتلاقي. فاهم قصدي ولا لا؟ فمعظم الحالات بتبقى عين اوبرا للاسف في مصر بتاخد ريدي ثيرابي في مصر. واضح الكلام ده؟ طيب قبل برضه ما نكمل، البيشنت جيرني بتبقى عامله ازاي؟ يعني البيشنت بتيجي ازاي وبتشخص ازاي ولا بتعمل ايه ولا ايه وضع يعني؟ بيشنت هتجيلك انت شاكك ان فيها كانسر سيل، فحصتها لقيت في حاجه غلط، ماس ألسر، فهمت قصدي؟ نديول، بارل شيب سيرفكس، الكلام اللي احنا قلناه ده، هتقوم انت تعمل ايه بقى؟ ركز في الكلام اللي هقوله. أول حاجة examination under anesthesia، وهتفحصها كويس قوي، وهتاخد بايوبسي من الحتة اللي أنت شاكك فيها. أنت لسه ما حسمتش هي كانسر سيرفكس ولا لا، ركز في الكلام ده. فأنت هتاخد بايوبسي من الحتة اللي أنت شاكك فيها. بلس هتعمل examination على أساس إن هو كانسر. ركز في الكلام ده، شوف بارامتريم، فاجينا، معرفش إيه الكلام ده. هيجي لك الريبورت بتاع الباثولوجي ان هي كانسر سيرفيكس، هتعمل ايه؟ انفستيجن كومبليت بقيه الانفستيجن، ده مانداتوري مانداتوري، سيستوسكوبي، بروكتوسكوبي، اي بي بي، ما اعرفش كل الكلام ده يكمل عشان في الاخر توصل للكونكلوجن ايه؟ الستيج. انت اللي هتحط الستيج، خلي بالك انت ما بتحطش كتاب، انت اللي حطيت الستيج، قلت الستيج دي تو ايه؟ يبقى ساعتها هي اوبرا ممكن اعملها لو تو ايه. فهمت قصدي؟ لو 1 بي اوبرا، لو انت حسمتي الموضوع ان هي 2 بي هتبعتها لبتاع الراديو ثيرابي والسلام عليكم وخلاص كده البروجنوز زي الزفت وخلاص. واضح التسلسل؟ لو عايزين اقوله تاني، يعني البيشنت جايه لك وانت شاك ان هي كانسر سيرفس هتعمل ايه؟ اكزامينشن اندر انستيزيا. هتعمل ايه في اكزامينشن اندر انستيزيا؟ هتاخد بايوبسي وتكمبليت الاكزامينشن بحق ربنا، وهتويت لما تاخد البايوبسي تظهر. لو انت عايزين تكتب الكلام ده عشان انت كنت متخيلين بس السيناريو، لما هتكتب باثولوجي تظهر ويقول لك ان هي كانسر سيرفس هتعمل ايه؟ هتكمبليت الانفستيجيشن. اند افتر كومبليشن اوف اول انفستيجيشن انت مطالب تحط ستيج، وعلى هذا الستيج على هذا الستيج هتفتحها ولا مش هتفتحها. هفتكر سيناريو مختلف تماما عن الاندوميتريال كارسينوما صح؟ الاندوميتريال كارسينوما الست جايه لك بوست بروبوزال عملت لها دي ان سي الاندوميتريال كارسينوما الورك اب كله مش هيفرق ليه؟ كده كده هتتفتح وكده كده هتاخد نفس التريتمنت اللي هو توتال ابدومينال هيستريكتومي مالسر ريجيو صح ولا لا؟ ما يفرقش الكلام ده كله. افرض ان هي 4 بي في الاندوميتريال كارسينوما هيفرق معاك؟ كده كده هتعمل نفس المانجمنت. فهمت قصدي ولا لا؟ هنا كومبليتلي ديفرنت. اوكي؟ الستيجنج ده اوكي؟ وانا عارف ان هو مش اوكي بس يعني ننتقل لحاجه ثانيه ولا؟ انا هسيبه على روح يعني عزيز علينا يعني. طيب بعد الكلام اللي احنا قلناه بقى دلوقتي الاسبريد قولوا كده لوكال ليمفاتيك افضل بلاد ليت اند رير ليمفاتيك اكسترنال ايليا كان اساس على عكس الثانيه كانت انترنال ايليا. طب اللوكال بقى هو الاساس هيروح فين؟ قول بقى من التلاوي اللي احنا قلناه دي اول بوري بوري فوق يوترس تحت فاجينا قدام بلادر ورا بره يوصل ستروما او برا صح ولا لا؟ كل الاتجاه ده مين لاين اوف سبريد. طبعا الاساس اوكي دي حاجه. طيب الكوز اوف اسمها الكومبليكيشن طبعا شبه
اشيكسيا هيموريج انفكشن بيرفوريشن. ذا مين كوز اوف ديث از رينال فيلير. انتهى 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 الاهميه. دي جت ام سي كيو ممكن تشوفه في كلينيكال، ممكن تسال كلينيكال او راوند يعني. رينال فيلير الباك بريشر لا يعني اللي هو ايه الحاله خلاص مش هتتفتح خلاص وفيها ماس محترمه وبدينا راديو ثيرابي وما خفتش وعملت رينال فيلير. فهمت قصدي؟ يعني في النهايه بقى ما هي كده كده في الاخر هتموت. اشهر سبب ان هي تموت رينال فيلير. خلاص؟ علشان كده في سؤال بقى مشهور اشهر سبب في الجينيكولوجي يعمل رينال فيلير هو طب اشهر سبب استاتكس ده ممكن سؤال شافه او كده. اشهر سبب في الجينيكولوجي يعمل كانسر سيرفكس طبعا قصدي رينال فيلير كانسر سيرفكس. طب لو استاتكس الاكسنتال ده شافه اوكي. تمام مهمة اللهم رب العالمين ممكن تشوفوا الـ NCQ وكل حاجة. طيب يبقى الباثولوجي قبل ما ندخل في التريتمنت بسرعة كده قلنا نيك ذا اي الناس تركز عشان لو في حد جاي متأخر. نيك ذا اي قلنا 80% اكتو سيرفكس و 20% اندو سيرفكس. الاكتو سيرفكس كلاسيك ناس ألسر مليون. الاندو سيرفكس بارل شيك يعني انفلتريتنج ليه؟ لأنه بتتكلم في سيرفايكال كمان مش هيعرف تدخل بره. الميكروسكوبيك اكزامينشن سكيوما السيل كارسينوما 90% 90 دول جم منين؟ كل الاكتو سيرفكس و10% ونص الاندو سيرفكس يبقى كام 90 فاهمين؟ يعني الاكتو اندو 80 20 سكيوما ادينو 90 10. الجريدنج اهم حاجه برودكتس الاثنين التانيين مش عايز اعرفهم ما تعرفهمش. الاستيجنج النادي بيهم 10 كلينيكال 2009 ايه في السيرفكس ايه ودي ده وده قصاد بعض وجاين او برا متر. الكومنتس اللي عليه كلينيكال ولازم تاخد الديسيجن قبلها زي ما احنا قلنا 1 و 2 ايه اوبرابل والباقي فاهم. السبريد لوكال لمفاتك وبلاد لمفاتك بنشوف السبب اللي احنا اشرح حاجه لوكال كله ده الاساس وبلاد ايه كومبليكيشن شيب ذا مين كوز اوف ذيس از خلاص. طيب نيجي بعد الدياجنوزيس طبعا برضو ركز الكلمه دي بليدنج. بس يبقى اهميه ايه يا جماعه؟ بليدنج هو الاساس. طب نوع البليدنج ايه؟ ركز في الكلام ده ممكن اي حاجه بيرموزا بيدراجيا او بص بيرموزا بليدنج على حسب وجع العين بس ذا فيرست ان اول كيسز بتاع ما يسمى كونتاكت بليدنج. يعني ايه كونتاكت بليدنج؟ اون تاتش. تاتش اللي هو ايه؟ الاكزامينيشن للبي في والانتركورس. الاكزامينيشن يعني لو بي في او انت بتدخل الات او انتركورس وده اشهر حاجه الانتركورس خلاص البوست كويتال بليدنج. عشان كده انت لازم تحترم الكومبلينت دي خلاص. في ناس بتتهون يعني ده اكيد اي حاجه مش مشكله او كده لا هي مشكله. بوست كويتال بليدنج لازم تشوف وخصوصا لو الايش سجستد في الاربعينات او كده معايا مش معايا. يبقى اذا البليدنج هو المين سيمبتوم. ذا فيرست از كونتاكت بليدنج ذن بيكام بيرموزا بيتراجي او اسموزا بليدنج. فاهمين الفرق؟ ده مش نوع ده الفيرست ستيج بعد كده ايه؟ يعني مش ده مين سيمتوم ما حدش يقول لي كونتاكت بليدنج. المين سيمتوم از بليدنج. فاهمة؟ عشان في الراوند طبعا لو سالك جواب بالهبل ويسالك مثلا ده مين سيمتوم از. طب ايه تاني غير البليدنج؟ فريشر سيمتوم ماشي. البين طب اللي انا قلته ده انواع البين ايه؟ كل الكيانات الافريقيه طالعين بيرموزا كونجيشن ديسيوريا ديسكيزيا صح ولا لوين بين كل الكلام ده معايا. يعني البين البين والبريشر سيمتومز كونسيدرابل يعني بس والباقي اندرز. اتفقنا؟
يبقى سيمتومز ذا مين سيمتوم از ذا فيرست از كونتاكت ريبيلينج. افتكر الكلام ده. طيب الاكزامينشن جنرال ابدومينال ولا كلمه سبسيبت؟ تمام. الكلمه الوحيده اللي ممكن يبقى عليها كلام شويه في الجنرال رينال فيلير صح؟ يورينك فيشي صح؟ ده طبعا ليت ستيج. لوكال هلاقي ايه بقى؟ لو فحصت الحاله لوكال هتلاقي ايه؟ لوكال ماس 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 ولا نديولت ابسريت لان مفيش سيرفيس عشان يكسب صح. يبقى الحل انتجريت صمص نفسها بس السيرفيس بقى كده يبقى بتعامل زي البريد. اوكي طيب ايام زمان كان برضو في ساوند حاجه ساين غبيه اسمها كروباك ساين وتراين ساوندينج بس قال غباوه اللي هو ايه بقى. بص معايا لو كان هناك بنقول الاندوميترا كارسينوما بتدخل كده لا ده انت هو الماس كده وانت بتدخل من جوه الماس انت ازاي يعني في حاجه هيك يقول لك ايه بما انها سوفت فلما دخلت الميتراين ساوند هتدخل فيها يا سلام يعني هتدخل جوه تيومر متخيلين الفكره يعني المفروض انت تدخل من الاوبنيوم صح بدل ما تدخل في الاوبنيوم ادخل في السيرفكس هتلاقي السيرفكس بيدخل معاك في قصدي طبعا هجيب ايدي ايام ما كانش فيه فول انفستيجيشنز فكان ممكن من الساينز الحاجات الغبيه دي ده في الاثنين المفروض تفشل لا في الحالتين المفروض ما تستعملش نهائي السنشال على السيت كلينيكال ايام زمان فاهم قصدي بس انا بقول لك ان هو لا يعني ده كلام كلاسيك تيتشنج على ايام زمان فاهم دلوقتي لا ممنوع. اوكي خلاص يا جماعه يبقى الساوندينج في الحالتين لهم كرايتيريا بس ممنوع فاهم. طيب في اللوكال اكزامينشن بقى الكلمه المهمه اللي بجد هي ايه هي ايه؟ البي ار دي بقى مهمه بنعلم عليها بعكس هناك ما كانش ولا مع 14 اصلا صح. هنا بي ار اساسي ليه؟ ستيشن فورمه ان شاء الله. طيب على مستوى الانفستيجيشن عارف الموضوع لذيذ نعمل ايه؟ لا هو الناس فيها حتت رخمه وحتت زباله احنا منك فيها وناخد منها ممكن يجي مره كده عايزين نعمل حاجه صعبه وبعدين تقول بعد مش فارقه بعد كده هيحصل ايه ربنا يسهل ما اعرفش بس كونترسبشن نسبيا مش مكان يعني لا اللي بقى اسف شويه طبعا مقسومه الى سكريننج و الانفستيجيشن. السكرينينج منتهى 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 الأهمية ده أهم سؤال في الكورس كله مش موجود هنا موجود في السي اي ان وده المرة الجاية إن شاء الله. طبعا كده كمان 10 دقايق معاك خلاص. فالسي اي ان هتشرح الموضوع لوحده بالسكرينينج وهقوله بالتفصيل المرة الجاية. فأنا أهم سؤال في الكورس أهم سؤال في الكورس خلاص المرة الجاية. طيب سيبك من السكرين وطبعا فيري افكتيف وقادر وده عمل طفره في الويسترن كانترز وفي مصر ما بيتعملش فاهمه من الاخر. طيب اكشوال كيس بقى حاله فعلا كانسر سيرفيس احنا اتفقنا ان الديسيجن هتتقسم الى فور ذا تيومر اتسلف هتبقى مكتوب عندك انواع البايوبسي قول لي الثلاثه اربعه منهم يعني ايه او سيرفيس اهو ممكن تبقى ايج بايوبسي يعني حته كده ممكن تبقى ويج بايوبسي زي لو اشتريت فاهم حته كده بتطير ممكن تبقى كونايزيشن يعني بتطوره زي ال الكوسه او كده فاهم ازاي يعني سيرفكس بالكامل يعني كل الحته دي بتتاخد تمام كنوع من البايوبسي وفي نفس الوقت تريتمنت يعني ممكن ده يعالج سي ان ما بتاخد الحته دي كلها على بعضها كور كده من السيرفر وبعد كده على فكره بيحصلوا ريجينريشن مفيش مشكله يعني قضيه ممكن تاخد بانش بايوبسي يعني في انا معايا بانش يعني ايه اطمه او كده تمام في فور كوادرانت هنا وهنا 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 كل دي انواع بايوبسي يعني قول حبه وخلاص قضيه. اوكي ده بالنسبه للتيومر اتسلف تعمل سي تي ام ار اي الترا ساوند ماشي. طيب
فور ميتاستاسيس بري اوبراتيف طبعا تعرف الميتاستاسيس كل الكلام اوكي. في بقى حاجه سبيسيفيك جدا اللي هي ايه سيستوسكوب, ومكتوب عندك الساينز اللي تلاقيها في السيستوسكوب دي مهمه. ممكن تستخدم امتحان راوند لانك انت عندك في الراوند ركز معايا كده في جوين كانسر سيرفكس والبلادر انفلتريشن معايا. الناس اللي عندهم راوند كانسر سيرفكس والبلادر انفلتريشن, اولا السؤال اللي بيسال ستيج كام ثلاثة بي فور ايه بالكلام اللي انا بقول ده وصل البلادر استخدام دي ترك. ده الحاجه الوحيده ممكن تسال عليها الستيج لانها واضحه قدامك فهمت قصدي, وده الحاجه الوحيده اللي فيها ديسكريبشن او يعني له اهميه يعني otherwise كل الناس اللي عندها راوند تركز في الكلام اللي ده كل ما تبصش اي ديسكريبشن. الحاجه الوحيده اللي في الديسكريبشن اللي لها اهميه انا بقولها لك دي اللي هي ايه كانسر سيرفكس وذ بلادر في عندك جورين واضح خالص اليوترس وقدامه بلادر والبلادر مخروم يبقى ايه اول سؤال ستيج كام فور ايه اتفقنا. ممكن يسال سيستوسكوبك فايندنج او في شفه ممكن تسال ممكن الاقي ايه يعني انا ده البلادر اهي وانا باصص للسيستوسكوب ورايا كانسر ماشي انا جوه البلادر وفي كانسر جنبه ممكن يعمل ايه ايضا يعمل بريشر من غير ما يعمل انفلتريشن او يبقى فعلا الفور ايه صح ولا بريشر ده حبه حاجات لذيذه بيقول لك ايه بولجينج اوف ذا بلادر وول بولس ادينا يعني بيبقى البلادر والبول نفسه ديبتس بيعمل فورس اند ريدجز يعني عامل كده اول بلاد فيزت نفسها بتبقى كبيره اسمها بيد بلاد فيزت حاجات كده. تاني بولجينج للوول بتغطي بايدينا والايديمه دي عامله كده والبلاد فيزت في السنتر تاني يعني الوول نفسه بولجينج وديبتس دي دي مخلياه كاتب عليها حاجه زي ساركاي وجايراي كده متخيلنا وجواها بلاد فيزل تحت او يعني ده بريشر او انفلتريشن بقى اللي هو ايه كانسر بلادر فهمتوا الفكره يعني كانسر سيرفكس دخل عمل كانسر يعني خلاص بقى هتلاقيها ايه لا اما انفلتريشن في كانسر في ناس لا اما فيستولا صح ولا لا انفتح الطريق وده يبقى ساعتها ستيج ايه 4 ايه اللي زي موجود عندك في الجو فهمت احنا بنتكلم في ايه؟ ميتاستاتيك ورك اب نفس الكلام اللي انتوا عارفينه يزيد عنه ايه؟ السيستوسكوبي لها كلام سبيسيفيك ايه الفايند بتاع السيستوسكوبي في الكانسر سيرفكس؟ بلج خلاص ادينا كورزال ريجز بيت بلاد فيزلز او انفلتريشن او اوكي؟ طيب بعد كده ديفرنشال دايجنوزز فروم اذر كوزز اوف بليدنج بين كونتاكت بليدنج اذر كوزز اوف سيرفايكال ماس اذر كوزز اوف بارن شيت سيرفيس اي حاجه. الكلام المهم في الدياجنوزيس على مستوى السيمتوم ذا مين سيمتوم از بليدنج والفيرست هو الكونتاكت بليدنج البين والبريشر افكتس والمين. على مستوى الاكزامينيشن الكلام المهم لوكال اكزامين اه فيلير واللوكال نيت اي ده احنا قلناها والبي ار الانفستيجيشن سكريننج ده قصه لوحدها منفصله مهم وثلاث اهميه وهيجي سؤال لوحده. اول الانفستيجيشنز العاديه التيومر سيلف بايوبسي مختلف انواع متاسس سيستوري او ديفكشن ده اوكي. بعد كده التريتمنت بقى اتسلف على وزن نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بروفلاكتيك وكيوريك بروفلاكتيك ريفنشن اوبر اكسبوزر فاكتور ايرلي مانجمنت ايرلي ديتكشن اوف كانسر سيجن بروبر مانجمنت اوف كانسر سيجن صح. طيب ذا مين لاين اوف تريتمنت از اكوردنج تو ستيج بقى بص معايا بص الجدول اللي عندك وايه انا هفهمك بس الدنيا ماشيه ازاي عشان ما تتلخبطش. اول حاجه الراديو ثيرابي وصل الجدول او البوكس اللي عندك البوكس كلهم راديو ثيرابي خلي بالك صح ولا لا الراديو ثيرابي مكتوب في كلهم فهمت قصدي في حاجات ما فيهاش الراديو ثيرابي وفي حاجات كذا اوريدي ثيرابي يعني الراديو ثيرابي كده كده مطروح وذر سنجل اوبراتيف او بوست اوبراتيف او اي حاجه صح دي حاجه. تاني حاجه الفيرتايل مكتوبه فين
او لحد 2 ايه قصدي؟ بس 1 ايه 1 ايه 1 قال لك توتال ابدومينال سيرفايسر ميجو فراكشن، يعني مش راديكال. يعني ايه اوفر تايم؟ بس الاول عشان في ناس مش فاهمه راديكال هيستريكتومي. يعني ايه راديكال هيستريكتومي؟ يعني كلمه راديكال بعد هيستريكتومي تيومر باللينف نود ب 6 مره صح ولا اسمها فيرتايل. ابوس ايديكم فيرتايل فيرتايل مش ورتايل. ورتايل زي ده بس والكلامبسيا يعني الكلام ده من الحاجات اللي انت دول انت يعني مش موضوعنا ما بتحضرش راوندات انت حتى ما بتخش درس يعني انت حتى ما يعني ما سمعتش حد بينطق باللسه والولاده دي والله مش هكمل اللجنه يعني هتغضب ويديك صفر ضمير مستريح يعني وير تايم اوبريشن هي وير تايم ال دبليو هو فرنساوي سوري الماني خلاص يا عم خلاص يا عم جاب الضغط وير تايم معايا مش معايا يبقى وير تايم هي راديكال ستريت تمام وات اي 1 ممكن تمشي توتال ابدومينال سيرفايسر اوكي طيب طب في الاوبريشنز بقى في حاجات تانية ممكن تستعمل اه قال لك ايه 1 اي 1 1 اي 1 ده اللي هو ايه بالسيرفس مايكرو انفيزيف اقل من 3 في 7 ملي يعني اصلا يضرب العين مجرد صح ولا لا قال لك ده ممكن يبقى في اوبشن كولايزيشن ماشي كولايزيشن يعني ايه طبعا انت تبقى انت عارف مكان التيومر فين بالظبط فاهم ازاي فمجرد تعمل كولايزيشن كده وتطلع ده اصلا حد بيعمل ديتكشن يبقى كويس صفيشن حد بيعمل ديتكشن اصلا ما هو ده مش عندنا حضرتك اصلا ده هيكتشف ازاي واحده بتعمل سكرين زي بني ادمين خلاص لقيت شكلها كانسر فهمت ازاي فعملوا سوفيستيكيتد انفستيجيشن عرفوا ان الكانسر كذا كذا والحته دي فتدخل في العمليات وهم عارفين بالظبط المكان فين هيعمل كده وخلاص طب اللانيا بقى من كده بالالاز 1A2 1A2 أو 1B ممكن تعمل ما يسمى راديكال تراكيليكتومي ده خلال العلم البحث أنا مش مقتنع إنه موجود لحد ما سافرت وشوف يعني الناس قالوا إنه بتعمل يعني صار لو شفتها شفتها راديكال تراكيليكتومي تراكي ده الاسم اللاتيني من السيرفكس راديكال تراكيليكتومي يعني إيه؟ شيل السيرفكس وعملية راديكال إزاي بقى؟ بالصلاة على النبي يوم يجي من الفاجينا يوم يقطع السيرفكس عن اليوترس خالص تمام؟ وباللابروسكوبي يقوم يكمل لنفادينكتو بس انا مش هكمل خلاص يعني من الفاجينا هيقطع السيرفكس عن اليوترس اصلا كيف تفهم لابروسكوبيك؟ ما سبت اليوترس طب ليه؟ عشان تحمى عادي عادي ما هو انا فوجئت بيها بس انا كنت لاحظ ده هبل يعني بتعمل ازاي؟ بس بقول لك فيه الريزلتس كويس طبعا دي بتعمل سيركوليشن على ابوه تمام؟ يعني السيرفكس ده بيتقفل بتاع لان طبعا اول ما تحمل ممكن يحصل ابورشن بيرمننت سيركوليشن بس وبيقول لك في ريزلتس كويس كويس ده على اساس ان الايش بدا يبقى بدري بتاع الكانسر سيرفكس معايا يا جماعه وفي الستات عايز تحمل وغير كده الستات عايز تحمل متاخر فده محاوله ينفع الكلام ده موجود اه موجود ولو ريزلتس اوكي تاني يبقى وفي حاجه بقى في كاسه اسمها في ستيج 4 اي بلفيك اكسنتريشن بلفيك اكسنتريشن بقى ده اللي هو ايه؟ اللي هتحط هتخليها بس انت مخليه فاهم يعني ايه عملت فيرتايم كامله وفي افكشن للبلادر تشيل البلادر باللي حواليها كده وتحط اليوريترز في تعمل اليورينري دايفرجن طب لو في الريكتم تشيل تعمل فيرتايم كامله وتشيل الريكتم وتعمل كلوستوم طب الاثنين حاجه اسمها ويت كلوستوم يعني ايه تاخد التيوريترز تحطهم في لوب الانتستين ويطلعوا في الشارع كلوستوم طيب طبعا دي هايلي موربيد واصلا ممكن ست بسهوله جدا تموت في العمليه اصلا وكده كده البروجنوز مش حلو خلاص الجار اللي عندك في المتحف ركزوا في الكلمه دي بقول لك في بلادر وفي بتاع اسم العمليه تبقى ايه ما حدش اوفر تايم انتيرور بيلفيك اكزنتريشن لان فيها البلادر انت عارف الكلام ده يعني الجار ده مهم قوي العمليه اسمها انتيرور بيلفيك اكزنتريشن يقول لك الاستيج هتقول له فور ايه ماشي فانا طيب تاني كده يبقى البوكس ده بصوا معايا انا عارف ان هو موضوع مزيد بس يعني خلصنا عندي الناس كلها الراديو ثيرابي يلا يا جماعه عشان خلاص زي ما قلت الراديو ثيرابي اقول لك
الراديو ثيرابي من اول لاخر. لو هتعمل استريك هتعمل بير تايم 1 و2 اي 1 اي 1 ممكن اكسبشن مش محتاجه ان انت تعمل راديكال فعل على سبب استريك. طب في اذر اوبشنز ايه بقى؟ سيرجيكال 1 اي 1 كولايزيشن 1 اي 2 او 1 بي راديكال تراكتوري. لو 4 اي تعمل انتيرو بيلفيك بريزنتيشن. فهمتوا؟ يبقى ده اكوردنج تو ستيج. طيب اللاينز اوف تريتمنت بقى اتسلف بسرعه كده راديو ثيرابي او سيرجن مش حاجه ثانيه او كومبايند هتدخل الاثنين في بعض. طيب الراديو ثيرابي مكتوب تمام حلو. المهم اللي فيه ركز معايا الايتمز كايتمز كلها موجوده وتكتب تحتها كلام على السريع كده معايا ماشي. مش لازم تفاصيل الفظيعه المهم يعني تكتب لك حبه حلوين في الراديو ثيرابي العناوين تحتها الانجاز بمعنى الانديكيشن كل ستيجز وذا بري اور بوست اوبراتيف او لوحده صح. الكونترا انديكيشن امتى ممنوع ان انا ادي ريتيرن؟ بص معايا تسع حاجات بقول لك كلهم طبعا يعني بتحط 3 3 3 3 الاولانيين يونج بيشنت لانه بيدمرها لو يونج بيشنت قوي طبعا الاوبريشن احسن لان الريتيرن ثيرابي هيخليها الاوفرز هتتدمر يبقى بص مغوزه والفاجينا هتبقى نروي جدا مش هي يعني هتتدمر فاهم قصدي؟ فلو في سيرجر واحده يونج قوي يبقى طبعا اتفقنا او افيلابل سيرجر صح ولا لا؟ او ريديو ريزيستنت كيسز صح؟ هي الثلاثه مع بعض. الثلاثه اللي بعدهم ادفانسد اللي بعدهم بقى ادفانسد كيسز كومبليكيتد كيسز ريكرنت كيسز الثلاثه تمام كده؟ ادفانسد ريكرنت كومبليكيتد الثلاثة اللي بعدهم associated 3 بي برولابس بيلفيك باثولوجي و بي اي دي بي اي دي تمام كده؟ 3 3 3 recurrent cases complicated cases advanced cases associated بي اي دي بيلفيك باثولوجي برولابس والثلاثة الأولانيين الباقيين اللي هم young أو في available surgery أو radio resistance بدا الانديكيشن وده الكونترا انديكيشن. الادفانس بتاعته ايه؟ نون انفيزيف ممكن. طب الديس ادفانسز او السايد افكتس بتاعته احنا لسه قايل حبه حلوين يعمل ايه؟ الاوفر يدمره الفاجينا يعمل سينوزس قادر يعمل فيستولا في اي حته يفستل اي تو سيرفيسز مع بعض يبقى لو في البلادر يعمل فيستولا او هيماتوريا او كده في الريكتم يعمل فيستولا او في الريكتم او كده خلاص. غير كمان ان هو قادر يعمل نوزيا وفومتنج وديبريشن من البون مارو والكلام ده اوكي. بيشتغل ازاي؟ يقول لك سايتو ليثال يعني بيدمر السيلز او بيوقفها في مكانها خلاص. بارتيسيبيشن طيب بيتاخد بقى الميثود او الروت كلام لذيذ جدا بس يعني الخلاصه حاجه اسمها تيلي ثيرابي او براكي ثيرابي. تيلي يعني بعيد براكي يعني قريب يعني ايه؟ بصوا لي كده لو الست قعدت جهاز بيطلع ريديو ثيرابي من بره ده اسمه تيلي ثيرابي ده علشان الليمف نود ماشي من بره لو فيها ليمف نود. طيب لو انت مسكت برو وحطيته جوه الفاجينا عشان يبقى اتاك السيرفكس دايركت ده اسمه براكي ثيرابي اوكي. البراكي ثيرابي ده اصلا مش موجود في المنصوره وكل الحالات بتسافر القاهره اصلا يعني بتتشحط يعني اوكي. طيب اللي بيتاخد ازاي البراكي ثيرابي في حاجه اسمها باريس وستوكهولم مانشستر بيرس وستوكهولم ما عادش بيستعملوا مانشستر هو اللي بيكسب خلاص فمانشستر هو اللي بيستعمل دلوقتي خلاص. في بوينت اي وبوينت بي اوفر قوي على الكلام ده يعني قوي يعني. يبقى تيلي ثيرابي وبراكي ثيرابي. تيلي ثيرابي للينف نود براكي ثيرابي للتيومر والبراكي ثيرابي عن طريق ما يسمى مانشستر سيستم خلاص. بس اكستند فيلد راديشن او كومبينيشن او معرفش معلش يبقى راديو ثيرابي بسرعه تاني بتستعمل امتى؟ اول ستيج ما ينفعش تستعمل امتى؟ تسع حاجات اللي احنا قلناها الادفانش نون انفيزف الديس ادفانش كومبليكيشن البلادر والاوبري والفوجينا والريكتم والافلام دي بيتاخد ازاي؟ تيلي ثيرابي من بره او براكي ثيرابي من جوه وبراكي ثيرابي مانشستر اوكي؟ طيب السيرجري احنا اوريدي قلناها واحد كولونيزيشن امتى؟ 1 ايه؟ ميزتها ريزيرفر في التيلي صح؟ اثنين
راديكال تراكريكتوم. يعني ايه راديكال تراكريكتوم؟ شيل سيرفيس من خلال الفاجينا بلس لابروسكوبيك للتاليمنتوم. ميزتها بريزيرف فيرتيليتي وبلا افكت. ثالث واحده اسمها ايه؟ تايم اوبريشن. يعني راديكال هيستريكتوم. يعني هنشيل ايه بقى؟ ركز في الكلام ده. توتال ادومينال هيستريكتوم عايزها بيجي افكت زائد الابر كاف بتاعت الفاجينا. ركز بقى معايا الابر كاف يعني ايه؟ يعني لو الفاجينا افكتد هينفع تتعامل بالفرتايم. علشان كده قلنا 2A اكسبتد ان هي تعمل فرتايم. ليه؟ افكشن ابر تو ثيرد اوف ذا فاجينا صح؟ فثيوريتيكالي تنفع. ايه كمان؟ والبارامتريم كمان والليمف نود. بيلفيك ليمف نود طبعا عمليه كبيره ومليانه سايد افكت زي ما مكتوب عندنا. خد حاجه من اللي عندنا تمام؟ بعد كده بيلفيك اكزنتريشن يعني ايه بقى؟ شيل بقى يا اما بتعمل اما بلادر لو البلادر يعني 4A ودي عمليات صعبه جدا. لو البلادر فرتايم زائد بلادر او ريكتم فرتايم زائد ريكتم او الاثنين مع بعض اسمه خلاص. خلاص شاوتا اوبريشن ده واحد هندي هندي عمل العمليه دي راديكال فاجينال هيستريكتوم. واحد هندي والناس شاك اصلا ان هو اتعملت ولا ما اتعملتش اساسا هو كان بينخع ولا ايه يعني ده راديكال فاجينال هيستريكتوم. لا فاجينال هيستريكتوم يعني خلال الفاجينا. طب هجيب لينف نود بقى والكلام ده ازاي؟ هو الفكره في اللينف نود يعني طب سيبك من الدواء. لا هو عادي هو في راديكال هيستريكتوم في فاجينال هيستريكتوم عادي. نعم في فاجينال يا جماعه فاجينال هيستريكتومي على برولابس اليوترس ده حاجه سهله يعني لو اليوترس بره اصلا هتشال بسهوله. فاجينال هيستريكتومي على نون برولابس اليوترس دي عمليه حرفنه بس بتتعمل عادي. الفكره بقى ان راديكال راديكال فاهم هو بيقول ان انت الاوفرز بتيجي بدل فلول يعني فاهم هو يعني مش عارف بس هو بيقال ان هي العمليه بتعمل الكلام ده فاجينال ولابروسكوبيك للفاجينال فهمتوا؟ بتعمل طب وايه لازمتها ما اعرفش بس هو عارف كده يعني خلاص كومباين سيرجري اوكي بس البلد تبقى اي كلام وال اي كلام طبعا اني بهات اللي ما اعرفش ايه من الريفرنس الكلام ده هذا ولا ده المره الجايه ان شاء الله هتبقى الاربعاء انا ساعه كده